لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يؤدي بحدود 1,000,000 حاج من مختلف بقاع الأرض مناسك الحاج في بيت الله الحرام في أكبر موسم حج منذ جائحة فيروس كورونا. وتداول رواد منصات التواصل فيديو رائج، هذا هو الفيديو، لطفل يحمله والده على كتفه وهو يردد شعار التوحيد أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة. وهذا هو الطفل الذي ترونه أمامكم، إذ أثار تعاطف وإعجاب الملايين من المسلمين حول العالم لعفوية الطفل وتأثيره العاطفي الكبير على من تابع مقطع الفيديو المتداول بكثرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. ليس مقطع الفيديو هذا هو الوحيد الذي يوثق لحظات ترديد طفل عبارات لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لبيك إلى آخره. هناك مقطع فيديو آخر لطفل آخر وفي نفس المكان يردد نفس العبارة، ولكن مقطع الفيديو هذا قديم يعود لعام 2019. لنتابع. جميل أن تشاهد أطفالاً وهم يرددون هذه العبارة المؤثرة، ولكن ألم تنتبهوا معي إلى أن الصوت هو لنفس الطفل الذي شاهدناه في مقطع الفيديو الأول؟ هل يمكن أن تكون أصواتهم متشابهة لهذه الدرجة؟ على العموم، هناك أيضاً طفل آخر في نفس المكان ويردد نفس العبارة، أتمنى أن لا يكون نفس الصوت لطفل آخر، ومقطع الفيديو هذا أيضاً قديم يعود لعام 2021. نعم، كما توقعت نفس الصوت ولكن الطفل يختلف. هل من المعقول أن تتشابه الأصوات لهذه الدرجة؟ طيب لنتأكد أكثر، إذا انتشر أيضا مقطع فيديو آخر لطفل آخر وهو يردد نفس العبارة. يبدو أن أحدهم يستخدم نفس الصوت لذلك الطفل المجهول ليضعه على أي طفل يشاهده في مكة المكرمة أثناء الطواف حول الكعبة، ولا نعلم أي طفل فيهم هو صاحب الصوت الأصلي الحقيقي. وما يؤكد ذلك هو مقطع الفيديو الآخر الذي تم مونتاجه بنفس الطريقة، ومقطع الفيديو هذا أيضا يعود لعام 2020. برأيكم من هو الطفل صاحب الصوت الأصلي لمجموعة مقاطع الفيديو التي شاهدناها والتي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في أوقات مختلفة، ولماذا يركب نفس الصوت على أي طفل يتم رصده في الحرم المكي؟ هل من أجل الشهرة أم المشاهدات أم لكسب التعليقات أم لاستعطاف الناس أو لأسباب أخرى؟ على الأرجح أن جميع الأسباب قد تكون محتملة وواردة، في حين كانت هناك تعليقات وتعقيبات حول مقطع الفيديو المنتشر. لنشاهد تلك التعليقات ونتعرف عليها ونقرأها عليكم. نبدأ تلك التعليقات مع تعليق لعبد العزيز الصالح: الصوت مركب، وهذا فيديو آخر انتشر قبل 4 سنوات أيضا مركب، وأكو كثير فيديوهات بنفس الصوت انتشرت لكن الطفل يتغير. قبل نقل المعلومة يجب التحري عن مصادرها كونه أمر مهم جدا.
تعليق آخر من عزام يقول في تعليقه: هذا مونتاج، الغرض منه الحصول على التعليقات حتى بيت الله تدورون طشة، والله عيب عليكم. هالسوشيال ميديا خبر العالم ولازم أكو قوانين صارمة للحد من استخدامها بشكل سيء. شنو نفس الصوت على كومة أطفال؟ عيب والله عيب. تعليق آخر من حيدر منصور يقول: ما شاء الله العظيم، اللهم آمين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق آخر أيضا من مسلم: أول شيء أول فيديو شفته تأثرت وبكيت وقلت ما شاء الله، هذا الطفل من هسه عنده إيمان بالفطرة. ثاني فيديو شفته هم قلت يا الله الحمد لله على هاي النعمة. ثالث فيديو شفته قلت شنو السالفة، أشو نفس الصوت. رابع فيديو شفته قلت لا، هاي كاميرا خفية وناصبين علينا. هناك أيضا تعليق آخر من شكران قادر: بسم الله ما شاء الله، صوت الطفل يدق بالقلب ويدخل القلب بدون استئذان، إنه بيت الله الحرام وكيف لا، وحتى جميع الكائنات تخشع وترتجف بذكر اسم الله في أقدس بقعة في العالم. حمدا لله على هذه النعمة الكبيرة. مفبرك أو مو مفبرك، المهم الفكرة.